حصل لك اعراض اللي هي تشنجات، حركه سريعه في رمش العين، نشفان في الريق، حركه سريعه في نبض القلب، جسمي بدا يهتز اهتزاز غير ارادي، الدماغ بدات تهتز جامد، صفاره في الدماغ، نعرف هنا ان في شق روحاني بدون ما نروح لدجالين ولا مشعوذين ولا نخش في المجالات دي خالص. ان الناس البنات اليومين دول، انا بحذر مليون فيديو على السوشيال ميديا، البنات اللي بيتعرضوا للزنا مع الشيوخ تحت مسمى ان السحر السفلي ما بيتفكش الا بسفلي، فيطلب منها الزنا او يكتب على صدرها يقول لها اللي عملت السحر كتبت على صدرها، فهي عملته سفلي فلازم نفكه سفلي زيها. ازاي اكتب زي ما كتبت؟ ده نامت لا مؤاخذه مع الساحر، فيحصل معاكي نفس الكلام. فلك ان تتخيلي ان الواحدة في منهم بيرفض، البنت بترفض تمام فتبدأ ان هي تمشي تلف على بعض الشيوخ او الطرق التانية. فللأسف بسبب كتر اللي داخلين في المجال دوت ليس لهم علم بيه بيفشل، الحالة بتيأس، يبدأ الساحر يلعب على نقاط الضعف. لو اخذ يا بقى لو رقم المريض اخده، يبدأ يقول لها ده انت انت وجوزك هيموت الشهر الجاي، ده جوزك هيطلقك، ده هيحصل لك كذا، هيحصل لك النهارده كذا في جسمك، يقوم من الوهم النفسي والايحاء النفسي يحصل لها الاعراض فتتوهم، ما تلاقيش حل قدامها انها تروح للساحر فيزني بها عشان يفك لها السحر السفلي على اعتقادها اللي المجتمع كله ماشي بيه ان السحر السفلي ما بيتفكش الا بسفلي، ودي كارثه من الكوارث. ادينا بنفك الاسحار السفليه بقالي اكتر من 12 سنه، عمري ما فكتها غير بالقرآن والأذان. فإذا السحر السفلي أو أي نوع من أنواع السحر بقى سفلي علوي لا ما بيتفكش غير بالقرآن. بالقرآن فقط. بالقرآن فقط. طيب إحنا في رحلتنا الحقيقة وبحثنا معاك والحاجات اللي إحنا شفناها اللي طلعت، لقينا إنه القطر والحاجات اللي موجودة دي حاجات شخصية جدا، يعني من الصعب إنه يوصل ليها غير الناس القريبة. طب إحنا ممكن نعمل إيه؟ للأسف للأسف إحنا في آخر الزمان. أنا لو معايا متسع طويل هقولك على كوارث بقت في بيوت المسلمين فوق ما تتخيليها. للأسف لما بيكون في القطر بيكون اللي واخد حد قريب جدا، يعني غالبية العظمى لقيت الحموات اللي عاملين للنساء أولادها، بنت مرات ابنها مش عاجباها أو مضايقاها فتاخد حاجة من ملابسها الداخلية وهي غسلها في الحمام، يا بنت عايزة أدخل الحمام، ده الغالبية العظمى لقيت كده، تاخد من ملابسها، يا عم الشيخ البنت دي مدوخة ابني أو مسيطرة عليه عشان ابنها بيحبها شوية، فتبدا تعمل عمل، والدمار للاسف بيصيب ابنها قبل ما بيصيب زوجته. انا جات لي امي مره تصرخ وبتلطم بالحجاره تقول لي انا اللي قتلت ابني، رمى نفسه من البلكونه، وقبل ما يرمي نفسه كان الجن حاضر عليه بقول امي انه حصل لي صرع وتشنجات، وبدا يصرخ انا هقتل لك ابنك انا هقتل لك ابنك، وقفز من البلكونه مات في الحال. فجات الام دي تصرخ أنا اللي قتلت ابني، واعترفت ليا إنها راحت تعمل عمل لمرات ابنها عشان إن ابنها ما يشيدنه وسامع كلامها. فدي كارثة من الكوارث اللي بتقابلنا، اللي بياخد القطر بيكون من حد من الأقارب، السلفة السلفات دي بينهم بقى طار دايما السلفات دول. فدايما حظنا إن احنا لما يكون حد قريب أو بعيد نكون قدامه دايما واخدين بالنا من حركته، نطول في الحمام ندخل بعدها الحمام نبص اسفل القعده، ان الصحراء اليومين دول عانوا بيحطوا خيوط عقد كده ويحطوها في اسفل القعده او في مكان السيفون لما بيجي يتشد السيفون، كل دي اكتشفناها في الاسحار برضو. يعني لو شخص طور من الاقارب في الحمام نحذر وندخل نبص بعديه، لو اتعزمنا عن حد عند حد والشخص نفسه ما رضيش ياكل باصرار كامل ولو لقمه بلاش ان احنا ناكل من اللقمه دي، إن لو الشخص ده مشكوك في امره او احنا في مشاحمات بيننا وبينه بلاش الا اذا اكل من اللقمه دي قبل مني. انا مش بفتح الباب بقى ان كل حد يعزمنا نبدا نشك فيه، لا انا بقول اللي بيننا وبينه مشاحمات، اللي بيننا وبينه مشاكل او نبدا ان احنا ناخد الاحتياط بس، الحذر الحذر الوقايه. طب احنا معانا مداخلات كتيره جدا، يعني تسمح لي ان احنا نفتح مداخلات لحضرتك؟ اتفضلي معاك عادي. طيب احنا معانا ياسر من القاهره. ياسر مساء الخير. ياسر ايه مشكلتك؟ انا عندي مشكلة ان متزوج من 4 شهور
لحد الآن أنا مش عارف أجامع زوجتي. إيه هي المشكلة؟ متجوز من 4 شهور ومش ولغايه دلوقتي مش عارف يجامع زوجته. مش في جماع؟ طب مفيش جماع خالص. طب كان كل ما اقرب منها خايفه ومتوتره جدا وتعبانه وبحس ان المكان ده مقفول. طيب انت لما كنت قبل الجواز كان في اثاره كنت عادي يعني انت كشاب عادي؟ كشاب عادي كان في اثاره. لا انا ما عنديش مشكله، هي اللي عندها المشكله. هي اللي عندها المشكله يعني انت تمام مفيش اي حاجه؟ انا تمام مفيش اي حاجه، انا الحمد لله تمام، بس كتر الوقت اللي انا بقدر احاول معاها فيه بيحصل انك انت بتبدا تيأس والعمليه بتبوظ. واتخنق، بس لما بحاول معاها بحس ان المكان ده مسدود. رحنا للدكاتره قالوا ده هي عايزه عمليه توسيع معدني. تمام. عملنا العمليه الكلام ده امبارح، والدكتور قال بالليل تقدر تجامعها، مفيش برضه نفس النظام، بحس ان المكان ده مسدود حتى هو عمل العمليه قدامي. طيب سيبك من المكان مغلق او حاجه زي كده، هي في خوف او في رعشه في جسمها بتحصل او في وشها ملامح وشها بتتغير او بيحصل لها اي حاجه من الامور دي؟ خوف بيبقى شديد جدا لدرجه ان هي بتقوم ترجع. بتقوم ترجع يعني في ترجيع مصطحب مع الامر ده. الو؟ طب الخط قطع. تمام. هو غالبا في هذه الحاله بيبقى نسبه كبيره جدا في السيدات اللي بتتجوز بيبقى عندها تخوفات شديده جدا من موضوع الجواز، وبيبقى البنات مخوفين بعضهم، فغالبا بيكون الامر نفسي. في الحاله اللي زي دي نقدر نميز بين نفسي وروحاني، انها يشغل الرقيه الشرعيه في ودانها، شغل السماعات في ودانها مش تشغل جنبيها، عشان الموضوع دي نقطه مهمه انا لسه هوضحها. لازم تكون السماعات في ودانها وتشغل الرقيه الشرعيه، المس العاشق او سحر التفريق، هتلاقيه موجود كتير على اليوتيوب، ابدا شغلها. لو مراتك بدات تتذبذب جامد وتتنفض او صوتها تحول من واحده ست الراجل، راجل بمعنى الكلمه، وملامحها اتعصبت وبقى عندها قوه كام راجل في بعض، اعلم ان هنا في مس شيطاني يا اما سحر. الجا لواحد بيخاف الله ما بيقراش الا قران فقط، يبدا يشيل المس ده من عليها. لكن لو ما حصلهاش اعراض خليك مع الطب النفسي. طيب دكتور احمد، ازاي الواحد ممكن يعرف ان هو ممسوس بقى او ملبوس او كده؟ نعرف ازاي؟ ايه هي الاعراض يعني؟ بصي، الاعراض ان انا اعرف ان انا مسحور، ان الشخص ده يكون دايما بيضحك ومبسوط وحياته سعيدة والدنيا كانت كويسة جدا وربنا فتح عليه وزوجته كويسة وأولاده شطار، فجأة حياته اتقلبت